يشارك وفد من مجلس الشورى في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة بجمهورية إندونيسيا الصديقة تحت عنوان مكافحة عدم المساواة من خلال الدمج الاجتماعي والمالي. وفي نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى أن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمرات العالمية يأتي إبرازا لما تم إنجازه في مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة وكافة المجالات. في الواقع المؤتمر الذي سيعقد في جزيرة بالي في إندونيسيا سيسلط الضوء على موضوعات كثيرة متعددة في موضوع التنمية المستدامة أو أهداف التنمية المستدامة العالمية التي تم الاتفاق عليها وهي 17 هدف. لكن المؤتمر هو مؤتمر مفتوح سيتناول موضوعات عديدة، أهمها ما يتعلق بموضوع المساواة، المساواة الاجتماعية من خلال البحث في موضوعات البنية التحتية والابتكار الصناعي والقضاء على الفقر وتحقيق النظافة وإمدادات المياه في بعض الدول تحتاج إلى إمداد مياه نظيفة والنظافة أكثر من دول أخرى. تتعلم أن مجلس الشورى يحاول قدر المستطاع في المشاركة في كثير من الموضوعات المؤتمرات العالمية، وهذا حرص في الواقع من معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على إبراز دور مملكة البحرين ودور المجلس في تحقيق ما تناقشه هذه المؤتمرات، وخصوصا في هذا المؤتمر الهام موضوع التنمية المستدامة لإبراز ما تم إنجازه على الصعيد الوطني في مجالات التنمية المستدامة وما تحقق وما تم إنجازه في كل المجالات التي قطع فيها البحرين وسعت من خلالها إلى تحقيق نمو شامل في كل المجالات.